عملت طبعا مع الدكتور يحيى قبل كده غراميات عطوة بمطوة، وعملت معاه جوازة طلياني مع المرحومة دلال عبد العزيز الفنانة الجميلة. وطبعا دي تالت مرة مع الدكتور يحيى، يعني الحقيقة بحب أشتغل معاه كنجم كبير، يعني مختلف وله مدقص في شغله وتعامله مع الزملاء وكده، يعني حاجة يعني طاقة فنية متجددة دوما، يعني ربنا يديله الصحة وطول العمر. وطبعا أنا كممثل ما أقدرش أحكم على التجربة، يعني بعكس زي ما قال دكتور يحيى انه شايف ان التوقيت مناسب، وطبعا اقدر على انه هو يقيم المسألة دي. انا يمكن كان تصوري انه دايما الصيف بيحب العروض اللي هي المفكوكة، الكوميديا صارخة اللي فيها بقى كل المحبذات بتاعت الصيف، يعني ما هوش جمهور بيجي يتمتع بالكلمة والجودة والأداء والمضمون قد ما انه بيفك عن نفسه يعني. فطبعا دي هتبقى التجربة اللي هتبين هل الجمهور فعلا في الصيف بيتشد للعروض الحقيقية والميد يعني معمولة كويس، ولا للجانب الآخر. فأتمنى طبعا ان التجربة تنجح ويبقى بداية انطلاقة العرض من اسكندرية، لأنها يعني العاصمة التانية وعروس البحر المتوسط وجمهورها جميل. يعني كان ليها تجارب طبعا مع دكتور يحيى برضو في عروض عرضناها في اسكندرية زي غرامات عطوة بمطوة، عرضناها مرتين كمان في 2 سيزون مختلفين، يعني طبعا كان الإقبال رهيب يعني. فنتمنى طبعا ان ده يتجدد تاني مع ياما في الجراب. هو طبعا لا شك انه الفترة السابقة كان فيها انسحاب للعروض القطاع الخاص، يعني لحد ما وصلنا لانه يمكن ما فيش غير جهة واحدة اللي كانت بتنتج في القطاع الخاص، وهو مسرح الفن جلال الشرقاوي. لكن احنا من كام سنة بدأ يصعد هذا الكيرف تاني بعروض بقى مسرح مصر وعروض محمد صبحي وعروض مستقلين يعني بينتجوا على حسابهم الخاص وبيعملوا العروض دي. فحصل صعود للكيرف، واتمنى انه الصعود طبعا بدخول بقى كايرو شو من حوالي 3-4 سنين برضو كإضافة من الانتاج، يعني اعتقد انه يعني ده ممكن يبقى مؤشر لانه شركات اخرى تاخد الابروتش، يعني في انها بنجاح هذه العروض الخاصه انها تقدم على الانتاج، ونعود بقى الى ال20 فرقه اللي كانت بتنتج في نفس الوقت، ويصعد تاني الكيرف بتاع القطاع الخاص.